يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافية. زي ما عودتكم أسوي لكم حلقات خاصة كده عن المدينة، عن أهل المدينة، عن الزوار، عن الحجاج. اليوم في شيء مختلف في هذه المنطقة، زي ما أنكم شايفين الآن خلفي الحرم، وهذا هو عوالي الطالع، وهناك عوالي النازل. إن شاء الله الآن بس خليني أوريكم في شارع تقفل وفي شارع جديد فتحوه، ونشوف ايش التغييرات اللي صارت في المدينة. شوفوا يا اخوان، المعروف هذا الشارع امتداده من الحرم عند كوبري الصافية، صحيح اتوقع الجميع يعرف، اهل المدينة يعرفوا، لكن الان صار في اختلاف، قفلوا الشارع، وان شاء الله باذن الله بالسيارة ناخذ جولة واوريكم كيف اتقفل الشارع هناك وفين الان فتحوه. المشاريع القادمة بإذن الله تعالى في المدينة المنورة حتكون المدينة زي ما أتكلم دائما خلال 10 سنوات القادمة، المدينة حتكون مختلفة تماما، سواء الحرم، سواء المركزية، سواء الكباري، الدنيا حتكون مختلفة تماما، حيكون الطرق كلها تم افتتاحها ويكون الوضع مختلف تماما. خلينا ناخذ جولة الآن، خلوكم معنا يا أخوان. نحن الآن في العوالي ونقول بسم الله، متجهين العوالي الطالع الآن، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا معروف العوالي النازل، تقريبا عندنا فقط شارعين، من عند الكعكي تاخذ كده يسار وانت بتنزل على العوالي النازل، او من عند مستشفى الزهرة، يعني افضل طريقين تقدر تتوجه للعوالي النازل. يا اخوان هذا هو الكعكي، ونحن الآن متجهين إلى العوالي النازل إلى الحرم المدني الشريف. أخي دائما هنا ما شاء الله تبارك الله في ازدحام، دائما هنا في ازدحام، فأفضل شيء صراحة بالذات بعد صلاة العشاء واحد ما يجي من هذا الشارع، يجي من عند مستشفى الزهرة وينزل نزول أحسن بكثير. استنى والله أحيانا هنا من 10 إلى ربع ساعة، أشوف هذا عاد عاكس ما أدري إيش الوضع. يا أخوان الله أخي بس إيش واحد إيش يقول صراحة. طيب نكمل مقطعنا الآن، زي ما أنكم شايفين الآن وصلنا العوالي النازل كده يا أخوان، خلاص سوينا حلقة الشارع الجديد اللي هو شارع علي بن أبي طالب اللي يوجهك على طول على الحرم، ما شاء الله. اخوان هنا دائما مقفل حاليا، يعني ما ادري متى حيفتحوا، فالناس دائما يخشوا من فين، يدخل من هنا على المركزية الى طريق الملك فيصل، من هنا يدخلوا وعلى الحرم على طول، لكن احنا رايحين الطريق الجديد الان. نقول بسم الله، هذا هو الكوبري الصافية، ونحن الآن هناخد كده يوتير، ما شاء الله ازدحام. يا اخوان هذا هو اليوتير بعد كوبري الصافية مسجد بلال، ورايحين الآن الشارع الجديد واللي تم افتتاحه قريبا، والشارع القديم متقفل. انتم شايفين كده، نحن الان لو اخذنا يمين يفترض اننا كده على طول على العوالي. وسابقا اهل المدينة اللي يعرفوا اللي هو فندق الفلاح، شايفين يا شباب قفلوا هذا الشارع، خلاص هذا الشارع كده مغلق. شوفوا في سيارات واقفة، هذا الشارع حاليا مغلق، ما في كده على طول تتوجه انت كده الان طالع على قربان، تبي تروح قربان تقدر تطلع على قربان. هذا هو الطريق الثاني، ما شاء الله تبارك الرحمن. طلع نفس الخط اللي سكروه، نفس الطريق اللي قفلوه الان فتحوه من هنا كمان. يا سلام، إذا وانت رايح الحرم مشي، وهنا وانت متجه
على العوائل. والله جميل جميل جدا. شوفوا يا اخوان احنا كنا واقفين هنا على اليمين، هذا هو الطريق الجديد. شوفوا يا اخوان امتداد هذا الشارع الان كله ما شاء الله حطوا صبات ويصير على طول دايركت، وممنوع الوقوف وممنوع تبقى تاخذ كده يمين على قربان النازل ممنوع. اهو زي ما انكم شايفين اللوحه، في ناس يغشوا كده يمين ويقفلوا ام الشارع هنا، ويكون في ازدحام شديد جدا هنا، ممنوع حاليا ممنوع تاخذ يمين نهائيا خلاص. شوفوا هذه المدرسة المعروفة بقالة عمر كده، الآن أقدر أخذ أنا يمين. سأوريكم الشارع ده امتداده فين. ما شاء الله تبارك الله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب يا اخوان زي ما شفتوا الان هذا هو امتداد هذا الشارع اخر شيء. اذا اخذنا من هنا يمين خلاص كده وصلنا على قربان النازل، وهناك العوالي. هوريكم مكان ما انا كنت واقف وبديت فيه المقطع. شوفوا يا اخوان نحن بدينا من هناك، ابتداء المقطع كان من هنا من هذا الشارع زي ما انكم شايفين. نحن الان متجهين، نحن الان زي ما انكم شايفين متجهين الى القربان النازل. اذا خلاص تقدر تيجي على طول على قربان النازل خلاص. نقدر نجي من هنا او المنعطف الثاني. شوف هذا هو قربان النازل خلاص كده على طول تتوجه للحرم المدني. طيب يا اخوان الله يسعدكم، كانت كده حلقة خفيفة وطريفة عن الاشياء الجديدة اللي موجودة الان في المدينة المنورة. شوارع قاعدة تتقفل، شوارع حتنفتح، هذا شيء طبيعي لانه المدينة ما شاء الله مقبلة على الخير والمشاريع الكثيرة، فاكيد حيقفلوا شارع وبعدها حيفتحوا شارع جديد حتى يكون في مداخل ومخارج. وهذه الشوارع مهمة جدا، اكثر الناس ما يعرفوا، اللي يجي بعد اسبوعين ثلاثة يجي الحرم تلاقي الشارع مقفل ما يعرف فين يروح، فيروح يلفلف يلفلف. فحاولنا قدر المستطاع نساعد اهل المدينة وزوار اهل المدينة واللي جاوا يزوروا والحجاج. الله يسعدكم يا اخوان ويعطيكم العافية. كده نحن وصلنا نهاية حلقة اليوم، اعطونا رأيكم في التعليقات ونقول لكم سلام سلام. إذا ذكرنا المدينة حرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة.